قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام التي نعيش أفراح آل رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بين المبعث النبوي الشريف ومواليد الأئمة الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين والإمام زين العابدين السجاد وسيدنا ومولانا بقية الله الأعظم الإمام الحجة المنتظر المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد، وميلاد أبي الفضل العباس عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، أتكلم عن منهج الإصلاح عند المعصومين سلام الله عليهم. الحياة الطيبة تعتمد على ركيزتين أساسيتين: ركيزة الإصلاح الفردي وركيزة الإصلاح الاجتماعي. اتفقت السنن السماوية والسنن والضوابط والدساتير الأرضية الجعلية على ضرورة إصلاحهما، إصلاح الفردي وإصلاح المجتمع، إلا أن للسنن السماوية نقاط تفوق على هذه القوانين الجعلية الأرضية، نقاط تقدم عليها. النقطة الأولى لتقدم السنن السماوية على السنن والمجعولات الأرضية أن القوانين الجعلية منطلقة من المعلولات ومستوحاة من الآثار، بخلاف السنن السماوية التي تنطلق من العلل. هناك فرق كبير وبون شاسع بين الأمرين. تارة نرى دخانا، من هذا الدخان نعلم بوجود علة للدخان وهو وجود النار، هذا انطلاق من المعلول إلى العلة. تحس بالحرارة، وقد يكون طبعا للمعلول أكثر من علة، تحس بحرارة، هذه الحرارة منبثقة إما من المدفأة الكهربائية أو من الشمس أو من النار. ترى إنارة ضوءا، هذا الضوء قد يكون من مصباح كهربائي أو من الشمس أو من القمر. هذا نظام الانطلاق من المعلول إلى العلة، نظام الانطلاق من العلة إلى المعلول يختلف. تعرف العلة فتصل إلى المعلول، هذا ما يقال له الدليل اللمي، من العلة تصل إلى المعلول. السنن الأرضية انطلاقتها نحو إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع من المعلول من الآثار. علماء الاجتماع يقولون بأن فائدة علم الاجتماع، الغرض من علم الاجتماع، تحسين الوضع الاجتماعي من الانهيار والسقوط. يعني يرون وضعا اجتماعيا متأزما يريدون تحسين هذا الوضع من السقوط والانهيار، أو يقولون بأنه نتيجة البحث الاجتماعي تساعد
قاعدة المجتمع من خبراء، مدراء تربية، سياسيين، مشرعين على ماذا؟ على فهم وحل المشاكل الاجتماعية وصياغة سياسات عامة ومناسبة، يرون المشكلات فيريدون حلها انطلاق من المعلول، يعني يرى المشكلة. أما السنة السماوية فهي في مرحلة علل الأحكام الشرعية، يعني القانون السمائي وضع قبل خلقة البشر، ذلك القانون والم فطرة البشر، ركائز البشر الأساسية الذاتية التي جعلها الله عز وجل في الإنسان. لذلك يقولون بأنه هناك مصالح ومفاسد واقعية، الأحكام الشرعية والدساتير الشرعية تتبع تلك المصالح والمفاسد الواقعية. الإمام أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول: إنما خرجت، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ما هو المعروف؟ يقول العلماء: الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية، يعني المعروف ما هو معروف في الواقع، ما فيه ملاك الحسن. المنكر ما هو منكر في الواقع وفيه ملاك القبح. من هناك ينطلق ملاكات الأحكام، المصالح والمفاسد الواقعية. لبيان الفرق بين المنهجين، الإنسان قد يحس بالألم، ألم شديد في بدن الإنسان، تارة ينطلق من علة الألم، يعرف وجود فيروس في البدن فيقضي على ذلك المرض، يذهب الألم تلقائيا. لذلك يقال: معرفة الداء نصف الدواء، أن تعرف العلة خلاص وصلت إلى المعلول بالعلاج. وتارة تحس بالألم لا تعرف ما علة الألم، فهنا إما أن تأخذ حبوب مهدئة مسكنة يسكن الألم ظاهرا، ولكن المرض قد ينتشر لأن الإنسان لا يحس بالألم فيستعمل ما يضره وينتشر الفيروس إلى أن يقضي عليه. وتارة يأخذ علاجا خاطئا فأيضا قد يزداد الأمر شدة وسوء. أهل البيت سلام الله عليهم لاحظوا المنهج الآخر الذي أراد الانطلاق من المعلولات، الشيوعيون لماذا نظروا نظريتهم ماركس وأمثال أنجلز؟ قالوا: لأن الوضع الاجتماعي الغربي في انهيار، في سقوط، يظلم الفرد اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، فأتوا بنظرية الشيوعية. شنو نظريتهم؟ هذه النظرية سلبت إنسانية الإنسان، أرادوا تحسين الوضع الاجتماعي من الانهيار والسقوط، ولكنهم زادوا الطين بلة على المثل المعروف باللاءات الخمس: لا للدين، لا للأخلاق، لا للحرية، لا للعائلة، لا للملكية الفردية. هذا الإنسان أصبح أسوأ من الآلة، وقتلوا عشرات الملايين في سبيل هذه النظرية الباطلة التي أثبت التاريخ بطلانها. هل يمكن إصلاح البشر بقتل البشر؟ في الجهة الأخرى الغربيون بالاستعمار والاستعباد واستنزاف خيرات الشعوب المضطهدة أرادوا إصلاح البشر. هل أصلحوا البشر؟ تاريخهم إفساد للبشر مو إصلاح للبشر. البريطانيون في حرب الأفيون هجموا على الصينيين، لماذا؟ لأن الصينيين منعوا الأفيون، هذه المادة المخدرة التي أضرت بالصين، منعوا الأفيون. الأفيون كان قادم من بريطانيا، فحملة قوية وحرب ضروسة ضد الصينيين. الأسطول البريطاني دخل الصين وسيطر على الصين واقتطع جزءا من الصين، هونغ كونغ، وبعد ذلك
توالت الحروب على الصين قتل فيها أكثر من 20 مليون بشر، وبعد تلك الحروب دخلت الشيوعية إلى الصين مقابل الغرب، الغربيين الاقتصاد الرأسمالي. هل هكذا يراد إصلاح البشر؟ بنظريات تنطلق من المعلولات؟ أما منهج أهل البيت، منهج السماء، السنن السماوية، كيف؟ الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول: بعدما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله بالآية التي نزلت عليه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بعدما عمل رسول الله بهذه الآية نزل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. منهج السماء منهج يريد الخير للبشر، يريد إسعاد البشر. ذلك الرجل المشرك قرر قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لأصحابه في هذه الحرب: أنا لا أحارب، نظري على رسول الله صلى الله عليه وآله، إن ابتعد من الجيش لحاجة فأذهب خلفه لأقتله. فكان نظره على رسول الله، رسول الله ابتعد عن الجيش لأمر ما، قال لأصحابه: أنا ذاهب لقتل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتى إلى رسول الله، أصحابه من بعيد ينظرون إليه، ماذا يصنع؟ هل يقضي عليه صلى الله عليه وآله؟ فرأوا أنه وصل إلى رسول الله، كأنما رسول الله سمع خطوات خلفه رجل يتعقبه، التفت إليه، أصحابه ينظرون من بعيد. رسول الله مجرد من السلاح، وهذا بيده السيف، لم يتكلم ولم تقع مقاتلة بينهما. رأوا من بعيد أنه ألقى سيفه ورجع إليهم، استغربوا، هذا رجل رايح لقتل رسول الله، مقرر معاهد نفسه على ذلك، كيف رجع؟ فسألوه: كيف صار؟ كيف الأمر؟ قال: لم أخرج إليه والله إلا وهو أبغض الخلق إلي، أريد قتله، ولكني عندما كنت خلفه التفت إلي فنظر إلي نظرة ملؤها الرحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملؤها الشفقة، ملؤها المحبة. النظرات تختلف، الأب الأم عندما ينظرون إلى طفلهم الصغير نظرة رحمة وشفقة ومحبة. قال: هكذا نظر إلي رسول الله، هذه النظرة نفذت إلى أعماقي. يمكن ما كانت نظرة تكوينية لتغييره تكوينيا، حقيقة رسول الله ينكسر قلبه إن رأى شخصا يذهب إلى النار لعقيدته الفاسدة. يريد الهداية للجميع، يريد إنقاذ الجميع، يريد أن يأخذ بيدهم إلى الجنة. فيقول: هذه النظرة لم أرى شخصا نظر إلي مثلها، ألقيت السيف ورجعت من عنده إلا وهو أحب الخلق إلي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في قضية أخرى، أتى ذلك الفارس، الرسول نائم في ظل شجرة أو شيء، أتى الفارس عليه وقال: من ينقذك مني؟ رسول الله فتح عينيه، فارس على فرسه وبيده السيف أو الرمح، رسول الله بإطمئنان كامل قال: الله عز وجل. هذا تزلزل من هذه الكلمة، في الرواية أن جبرائيل دفعه، تزلزل من الكلمة، كلمة الله، أو التصور أن هناك شخصا فالتفت إلى السماء وقع من فرسه، أخذ رسول الله سيفه وقال: من ينقذك مني؟ قال: عفوك يا محمد. اللهم
صلى محمد وآل محمد. عفى عنه رسول الله وأسلم على يدي رسول الله. هذا يقتل لأنه شهر السلاح والسيف على رسول الله، ولكن رسول الله بعث رحمة للعالمين، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهو لازم يكون إلى الخلق العظيم ليكمل مكارم الأخلاق. فضالة ابن عمير يقول: رأيت رسول الله في الطواف يطوف، قلت أذهب إلى الطواف وأقضي عليه. يقول: وأنا في الطواف أفكر، يدور في خلدي كيفية القضاء على رسول الله، يمكن كان حامل سيف مثلا تحت ثوبه. يقول: وصل إلي رسول الله، التفت إلي وقال: أفضاله؟ قلت: نعم. قال: ما تحدثت به نفسك؟ شنو اللي كان يدور في بالك وفي خلدك؟ قلت: لا شيء، كنت أذكر الله. يقول: فضحك رسول الله ووضع يده على قلبي، وبعدما رفع يده عن قلبي كأن الله لم يخلق خلقا أحب منه إلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا الفرق بين المنهجين. منهج يقتل ملايين البشر بدم بارد باسم الإصلاح، ويريد تحسين الوضع الاجتماعي من الانهيار والسقوط بتلك النظريات الفاسدة الباطلة التي عفى عليها الزمن وأثبت الزمن بطلانها. لذلك دائما يحورون النظريات، حوروها من الشيوعية إلى الاشتراكية لأن الشيوعية لم تكن قابلة للتطبيق. الرأسمالية فيها نظريات متعددة محورة، ولكن قانون السماء هكذا. سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نقرأ دائما: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. بذل مهجته في سبيل الله، هذا ما يريد يعيش في الدنيا، لا يرضى بالدنيا، لا يريد الكرسي إلا أن يقيم حقا أو يبطل باطلا. الدنيا لا تسوى عندهم جلبة شعير في فم نملة. هذا أين الفرق والبون الشاسع بين المنهجين. النقطة الثانية لتفوق السنن الإلهية على السنن والدساتير الجعلية الأرضية، النقطة الثانية أن الدساتير الجعلية الأرضية هي نظريات قد تجانب الحقيقة أو توافق الحقيقة وتكتفي بالتوصيفات، أما السنن السماوية فهي لا تكتفي بالتوصيفات بل بالتطبيقات أيضا، أو ما نسميه بالأسوة الحسنة. هناك من يذكر الخير ويكون عاملا بالخير، الأسوة الحسنة أن يرى الإنسان الأئمة المعصومين رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة له في حياته العملية، فليتأس كما في الرواية متأس بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة. خلنا نتأس برسول الله في عوائلنا. لماذا نرى الآن العائلة مشتتة؟ كثرة الطلاق، كثرة الانهيارات في العائلة، الخلافات المستمرة بين الرجل وزوجته، المشادات. لماذا؟ لأننا تركنا بيت علي وفاطمة عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. تركنا بيتهما. أريد أن آمر بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف أن نقتدي بهؤلاء، أن نتعلم منهم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله من المعروف يوصي بالزواج المبكر. الشاب عندما وصل إلى مرحلة البلوغ عليه أن يتزوج، على أبويه أن يزوجاه. يقول تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، أمر للأبوين والصالحين من عبادكم وإمائكم.
البنت عندما تصل إلى مرحلة البلوغ عليها أن تتزوج. مفاسد الاجتماع، نصف هذه المفاسد من التأخير في أمر الزواج. قد تشير هذه الرواية من تزوج فقد أحرز نصف دينه، يعني نصف المشاكل الاجتماعية، نصف المحرمات لتأخير في أمر الزواج، للتأخير في أمر الزواج. رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعروف عندما يأتي إليه يقول هل أنت متزوج، فإن أجاب بالنفي قال سقط عن عيني. الشاب المو متزوج يسقط عن عين رسول الله. شرار موتاكم العزاب، يأمرون بالمعروف، إصلاح المجتمع بإصلاح العلل، علل الفساد. الزواج ما يكون في طريق إصلاح المجتمع، الزواج المبكر. البطالة، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤتى إليه بالشاب أو يأتي إليه شاب يقول هل أنت تعمل، هل لك عمل، فإن أجاب بالنافي قال سقط عن عيني. هذا الشاب في الرواية إن الله ليكره جيفة الليل بطال النهار. بالليل ينام جيفة مثل الجيفة، مو بس نائم، كالجثة، الجثة التي انتشرت رائحة كريهة من جيفة الليل بطال النهار. اللي ما عنده عمل بالنهار، اللي ما عنده عمل بالنهار، الشاب العزب اللي ما عنده عمل طبعا يذهب خلف المحرمات والعياذ بالله. فلنجعل بيت أمير المؤمنين أسوة لبيوتنا، نرى حقيقة الصفاء والسعادة في بيوتنا، ركيزتان أساسيتان في بيت علي وفاطمة عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. في بيت علي القيمومة لأمير المؤمنين، إحدى النقاط التي سببت هذا التفسق الخلقي في كثير من العوائل، لا تكون قيمومة للرجل، المرأة لا ترضى بقيمومة الرجل. الله عز وجل يقول بالنسبة إلى قيمومة الرجل إلى المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أمير المؤمنين عندما يأتي الرجلان إلى باب بيت فاطمة يأتي إليها، ماذا تقول الزهراء سلام الله عليها؟ تقول البيت بيتك، أنت القيم على البيت كما ترى. بيوتنا هكذا، هل الرجل قيم؟ هذه ركيزة، الطائرة لا تطير بجناح فقط، الجناح الآخر على الرجل أيضا أن يحترمه، الاحترام الأخلاقي المتبادل بين الزوجين. فلنتأسى بأمير المؤمنين، يأتي إليها، يستشيرها، يقول لها فماذا ترين يا ابنة رسول الله، شنو رأيك أنت؟ شوفوا هذا التكامل بين الموقفين، القيمومة والاحترام. ماذا يجعل؟ يجعل بيتا سعيدا. الزهراء سلام الله عليها تقول خياركم أكرمكم لنسائهم. رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. ونساء رسول الله معروفات بعضهن، وأنا خيركم لنسائي. في نظام الأولاد يأتي إليه ذلك الرجل ويقول الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، شوفوا النظرة تجاه الأولاد، بئس الشيء الولد إن عاش كدني وإن مات هدني. إذا عاش فأنا لازم أتعب عليه، أصرف عليه، إن مات هم ينكسر قلبي وأتأثر في موته. الإمام السجاد ذاك حسن البصري، الإمام السجاد أجابه قال لا تقل هكذا، قل نعم الشيء الولد إن عاش فدعاء حاضر وإن مات فشفيع سابق. يهودي جالس ينظر إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الرسول في حالة الصلاة، يقول أحد أبناء الرسول وكأنه سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يقول كان يرتقي على ظهره
في حالة السجدة يرتقي على ظهر رسول الله. رسول الله يرفع رأسه برفق ويأخذ الطفل بلطف ويجعله على الأرض، يسجد مرة أخرى، يرتقي هذا الطفل على ظهر رسول الله. رسول الله يرفع رأسه بلطف ويأخذ الطفل برفق ويجعله على الأرض. عدة مرات تكررت في كل سجدة. هذا اليهودي اغتاظ. بعدما أكمل رسول الله قال لرسول الله: تفعل بأبنائك ما لا نفعله نحن. شلون احنا ارتباطنا مع أولادنا في العوائل؟ إذا الأب لا يصرف وقت على الأبناء، الأم لا تصرف وقتا، وإنما الأبناء بيد هذه الخادمة وذلك الرجل، وفي المدارس من الصبح إلى الليل، شلون احنا نربيهم؟ نحضرهم في مجالس الحسين سلام الله عليه أم نتركهم؟ ليش المشاكل موجودة بين الآباء وأبنائهم؟ المشكلة في الآباء أنفسهم، يعني كثير من المشكلة. رسول الله خاطب اليهودي قال: لو كنتم تؤمنون بالله والرسول لعطفتم على أولادكم. هذا اليهودي تأثر بكلام رسول الله أشد تأثر، وأسلم على يدي رسول الله في اللحظة. هذا المنهج. صاحب ابن عباد، هذا الوزير الشيعي اللي يقال أن الشيخ الصدوق كتب عيون أخبار الرضا له، هذا الكتاب القيم جدا، علمته أمه عندما كان يخرج إلى المكتب للدراسة، تعطيها دينارا ودرهما، تقول له: أنفقه على أول فقير تراه. هو هذا تعلم من صغره، كان وزيرا سخيا، انتفع الشيعة في عهده أشد انتفاع، وهذه الحالة كانت موجودة. بالليالي يخلي دينار ودرهم تحت وسادته وهو وزير، على عادة أمه عودته على ذلك، وفي النهار يعطيه لأول فقير يراه، أو يعطي لخادمه يقول: روح أول فقير تشوف أعطيه الدينار والدرهم. السيد الجد آية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي رضوان الله عليه كانت توقظه أمه وهو عمره سنتان، كانت توقظه في وقت السحر، تصلي صلاة الليل، طفل سنتين، تجعل أمامه شيء يأكله، هو يجلس دقيقتين ثلاث دقائق يأكل ما أمامه، ينظر إلى أمه وهي تصلي وينام بعد ذلك. السيد الوالد رحمه الله كان يقول أنه في كبر السيد الجد وكان مريضا، بعض الأحيان متأخر كان ينام، وقت السحر ساعة قبل صلاة الصبح كان يجلس يستيقظ، وصحته كانت تعبانة. مرة قلت له: شوية استريح أكثر، هسه صحتك تعبانة، واحد إن لبدنك عليك حقا كما في الرواية. يقول أجاب السيد الجد رحمه الله للسيد الوالد أنه: أنا في هذا الوقت أصلا ما أقدر أنام، بدني متعود على الاستيقاظ لأنه من الصغر كنت أستيقظ. شوفوا التربية الحسنة حقيقة تؤثر تأثير كبير، تأثير بالغ. النقطة الثالثة وأختم بها الكلام: لتفوق السنن السمائية السماوية على السنن الأرضية، على الضوابط والقوانين الجعلية، أنه السنن السماوية تهتم للوازع الداخلي، أما الدساتير الجعلية فتهتم للقصر الخارجي. يعني سنن السماء تريد تغيير الفرد من الداخل. الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا التغيير الداخلي، أن يحفظ الإنسان نفسه من الداخل. أما القوانين الأرضية فهي تهتم لقانون العقوبات والجزاء فحسب. الإنسان عنده مال يتيم وليس هنالك أي مشكلة أن يأخذ مال اليتيم، مشكلة قانونية ماكو، أي واحد ما يفهم، ما الذي يمنعه من أن يكف عن أكل مال اليتيم؟ التقوى. السنن السماوية تريد إيجاد التقوى في نفس الإنسان. يقول: دخلت الكوفة
فرأيت دكاكين كوفة مفتوحة، كل الدكاكين مفتوحة ولا يوجد أحد فيها، في الأزقة ماكو أحد. قلت يا رب هل مات أهل الكوفة، نزل عليهم عذاب من الله عز وجل؟ أنا مستغرب دكاكين. العرب الأعراب في تلك الفترة كانوا يقطعون الطرق، السرقة عندهم أسهل أمر، دكاكين الكوفة مفتوحة وأحد ما يسرق، معقول؟ كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أحد ما يسرق بعد، الوازع الداخلي وجد فيهم، يتركون دكاكينهم في رعاية الله ويذهبون للصلاة ويرجعون بعد الصلاة على العمل. هذا الوازع الداخلي، هذا ما يوجد عندما يرتبط الإنسان بوحي السماء، مو هذه الدساتير الجعلية الأرضية. في تلك القضية المعروفة التي سمعتموها من المرحوم السيد الأخ رضوان الله عليه، المشركون كانوا مولعين بشرب الخمر، نزلت آية واحدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سالت أزقة الكوفة بالخمور. وهناك في إحدى الدول الغربية سنوا القوانين قبل أقل من 100 سنة في الولايات المتحدة لمنع تعاطي الخمر، قتلوا أكثر من يعني أعدموا أكثر من 330 شخص كانوا تجار كبار في صنع الخمر وبيع الخمر، صرفوا مئات الملايين من الأموال، سجنوا آلاف الأفراد، وبعد 20 سنة من القانون ألغوا القانون، قالوا لم نوفق لإجراء هذا القانون مع تلك العقوبات الشديدة الجزائية. لماذا؟ لأن القصر الخارجي لا ينفع بخلاف الوازع الداخلي الإصلاح. الآية المباركة تقول الذين يمسكون بالكتاب، مو فقط يمسكون، هذا تأكيد، وفعل المستقبل يدل على الاستمرار، يعني دائما ملتزم بالكتاب. الكتاب يوجب إسعاد حياة البشر، إسعاد حياة الناس، وأقام الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، توجد الوازع الداخلي ركنان، يمسكون بالكتاب إسعاد البشر، وأقام الصلاة الوازع الداخلي الإصلاح النفسي من الداخل، إنا لا نضيع أجر المصلحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يمتثل لإرادة الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأن نوفق لزيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنه خير سميع ومجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد.